السلام عليكم، معكم الطالب محمود وائل من فصل 4B من مدرسة 25 يناير الرسمية التجريبية تحت إشراف مستر إسلام وافي. النهاردة هشرح لكم إزاي تحلوا أسئلة adding and subtracting the fraction having different denominators. وأول سؤال معانا 2 and 5 plus 1 and 5. اول حاجه نشوف الدومينيتورز. اول حاجه هنلاقي الدومينيتورز هنا شبه بعض، يبقى نعمل كده خط ونكتب 5 عشان هما الاثنين 5. فهنا هيكون 2 و1، نعملهم بلس 3. بعد دي حليناها كده لغايه دلوقتي سهل. المساله اللي بعديها هنشوف اول حاجه الدومينيتورز. دلوقتي الدومينيتورز اختلفوا، فدلوقتي هنعمل 3 times 2 times 2، وهنا 2 times 3 عشان هيزوروا بعض هما. فالتو دلوقتي هتروح تزور الوان كمان، نعملها times 2، والثري كمان هنا هتروح تزور الوان وان times 3، فهنعملهم times بعض. هنا الاتنين اذا عملنا 2 times 3 هتكون هنا الناتج هنا 1 over 6، وهنا هنعمل بس هنا هنعمل times 3، هتبقى هنا 3، هتبقى 3 over 6، وهنعمل هنا بلس كده علامة البلس، وهنحط 2 times 3 6 برضو. وهنا دلوقتي 2 times 1 نكتبها 2، فدلوقتي الناتج بقى نفس الديمونيتر هنا 6، فنعملها بلس عادي. هنا بقى دلوقتي 2 times 2 plus 3 4 5، هنعمل 5 بقى دلوقتي، نكتب هنا 6 ونكتب هنا 5. والسؤال اللي بعديها نبدأ دلوقتي في الماينس. الماينس دلوقتي أول حاجة 3 over 12 minus 2 over 12، ماشي الاتنين دومينيتور قد بعض، يبقى يعني نعمل الشرطة والتويلف نكتبها بقى. وفضل دلوقتي 3 minus 2 equal 1. فدلوقتي لغاية دلوقتي في الماينس سهل، ندخل بقى على الصعب في الماينس. دلوقتي 3 2 over 3 minus 1 over 6، هنعمل دلوقتي السكس هتزور الثري زي ما عملنا في البلس تايمز 6، والثري هتزور السكس تايمز 3، وهنا الثري دلوقتي هتزور الوان تايمز 3، السكس دلوقتي هتزور التو تايمز 6. فهنعمل دلوقتي مثلا دلوقتي 2 times 6 12، وهنا 3 times 6 equal 18. دلوقتي 3 times 6 هي equal 18 18، و 3 times 1 equal 3، فهنعملهم minus. دلوقتي 2 minus 3 لا ما ينفعش، فهنعمل برو هتبقى 1 دي 0، و 2 تبقى 12. فدلوقتي هنعمل minus 11 10 9، هنكتب بقى هنا 9، وهنا بقى هنكتب 18. وكده الشرح هيكون خلص معانا. أتمنى يكون الشرح ده عجبكم. كان معاكم الطالب محمود وائل، وسلام.